آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد يا ربنا أن وفقتنا لصيام رمضان وقيامه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. تقبل أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا كريم يا رحيم. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما أعطيت، ولك الشكر ربنا على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم حبب إليها القرآن، وحبب إليها الاستغفار، وحبب إليها يا ربنا. اللهم حبب لنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وأطفالنا. اللهم أبناءنا في حماك. اللهم أبناءنا في حماك.
اللهم وجههم إلى طريقك المستقيم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ألحقنا بهم مسلمين لا فاتنين ولا مفتونين لا مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله